مش ممكن على هذه الأسطورة الأهلوية يلعب لآخر لحظة وكتب تاريخ. أسوار لو علم التوانسة أن الملعب الأولمبي برادس سيشهد كل هذه الانتصارات الأهلوية على فرقهم وخاصة الترجي، أتوقع أنهم كانوا سيفكرون آلاف المرات قبل بنائه. فهذا الملعب أصبح أيقونة الأهلوية، فمن خلاله حصد الأهلي لقبين لبطولة دوري أبطال أفريقيا عامي 2006 و2012، ومن خلاله عبر للدور قبل النهائي للبطولة الكونفدرالية عن طريق الترجي، ومن قبله استطاع الصعود لدور الثمانية على حساب الأفريقي التونسي، كما استطاع أمس عبور الترجي والصعود للدور قبل النهائي للبطولة على حساب الترجي أيضا وبالفوز بهدفين لهدف. مواجهة الصفاقسية 2006 بعد أن ظن الجميع أن الأهلي قد خسر بطولة دوري الأبطال الأفريقي عام 2006 إثر تعادله الإيجابي بالقاهرة بهدف لكل فريق، إلا أن ملعب رادس كان يحمل بين طياته الخير لجماهير القلعة الحمراء، حيث حقق الأهلي لقب البطولة بالفوز على الصفاقسي بهدف دون رد لمحمد أبو تريكة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. تصوير! جول! الهدف الأول للنادي الأهلي محمد أبو تريكة. مواجهة الترجي 2012، عاد الأهلي للعب على استاد رادس موسم 2012 بنهائي دوري الأبطال الأفريقي مرة أخرى، ولكن مع الفريق الأقوى بتونس الترجي التونسي، وبعد أن أكد البعض مرة أخرى أن الأهلي قد خسر لقب البطولة بتعادله الإيجابي بهدف لكل فريق على استاد برج العرب، إلا أن المارد الأحمر انتفض مرة أخرى على الملعب الأولمبي برادس واستطاع الفوز على الترجي بهدفين لهدف ليحرز اللقب الثاني على ملعب السعادة للجماهير الأهلوية. وكورة من وليد سليمان والهدف الثاني. الهدف الثاني وليد سليمان. مواجهة الأفريقي التونسي 2015، خاض الأهلي مواجهة في غاية الصعوبة أمام الأفريقي التونسي بالبطولة الكونفدرالية على ملعب رادس أيضا، فبعد أن حقق المارد الأحمر الفوز بالسويس بهدفين لهدف مني بالخسارة بنفس النتيجة بلقاء العودة، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء التي ابتسمت للأهلي وأدارت ظهرها للأفريقي، وحقق الفوز الثالث له على استاد رادس ليصل لدور المجموعات. الأهلي إلى دور المجموعات، بطل أفريقيا، بطل القرن في القارة السمراء. مواجهة الترجي 2015، استمرت مواجهة الأهلي والأندية التونسية، وبعد أن تخطى الأهلي فريق الأفريقي التونسي واجه الترجي بدور المجموعات واستطاع الفوز عليه بثلاثة أهداف بالسويس، ليعود لمواجهته باستاد رادس ويحقق انتصاره الرابع على الملعب ذاته بهدف دون رد أحرزه الغاني جون أنتوي، ليتأكد للأهلوية أن هذا الملعب يحمل دائما لهم الخير عكس استادي المنزا وسوسة الذي كان يلاقي الأهلي الأندية التونسية عليهما قبل إنشاء ملعب رادس. وأخيرا استطاع الأهلي العودة من بعيد ويحقق الفوز على الترجي التونسي بهدف لهدف، ويحول تأخره إلى انتصار تاريخي يظل عالقا في الأذهان، ويرسخ عقدة الأهلي لأندية تونس، ويؤكد أيضا أن الملعب الأولمبي برادس أصبح وش السعد على القلعة الحمراء، لتظل الجماهير الأهلوية تغني به وتردد فاكرين رادس، فاكرين قروة، فاكرين الأهلي في اليابان،